الله وبركاته. طبعا انا في الفيديو هون بنتكلم بسرعه، نبيه يكون فيديو سريع ما نبيش نعطل. اولا لاني مش حندير مونتاج، زي ما شايفين ولعت الكاميرا قدامكم، حندوي ندوي ونسكر الكاميرا وننزل فيديو. بصراحه ما عنديش وقت ندير مونتاج. فهي خلينا نبدا باول حاجه بالنسبه للبرنامج، بالنسبه يعني للكلام اللي تو قاعد يصير على اليوتيوبرز وكيف طلعوا من برنامج شراكه. كلمه واحده نبي نقولها بس لليوتيوبرز، بالتوفيق ان شاء الله ربي يوفقكم وين ما تمشوا، سواء مع جارينا فري فاير ولا مع اي لعبه تانية ولا في اي مكان تاني. بالتوفيق لكم. انا علاقتي مع اليوتيوبرز اكتر من علاقه شغل، اغلبيه اليوتيوبرز علاقتي بيهم كاصدقاء واخوه اكتر من علاقه شغل. يعني خلينا نقول لكم انا شو منصبي في جارينا، انا انفلونسرز مانجر، انا اللي نتعامل مع اليوتيوبرز، يعني انا حلقه وصل بين اليوتيوبرز والشركة وبين الشركة واليوتيوبرز. هم شن يبوا طلباتهم، يعني الحاجات هي باهي. اول ما جيت انا كنت اول عربية اشتغلت معاهم في شركة جارينا. انا لما جيت ما كانش في ولا عربي، كلهم يعني شفت سيرفر مينا هذا كله كانوا اللي يشتغلوا فيه اجانب بس، ما فيش عرب. انا جيت العربية الاولى والوحيدة وبديت انا نشتغل مع اليوتيوبرز وترجمة وكل شيء. يعني بعدين جت مها، بعدين جي بدرو، بعدين جي حمزة، تمام بدينا أربعة، بدأ الطاقم يكبر شوية، بدأ الشغل يتوزع على الكل، ما عادش الضغط على شخص واحد. باهي بما أن بدنا نتكلموا على المواضيع هي، خليني أقول لكم حاجة في هلبة مش عارفينها بالنسبة لموضوع البنك، هو هذا أهم شيء. باهي الكل يشكي من اللاج والبنك والحاجات هي. في فترة جينا قعدنا نتواصلوا مع اليوتيوبرز على موضوع البنج هو، وطلبنا منهم يديروا لنا اختبارات في كل بلاد. كلمنا كل يوتيوبر من كل بلاد يدير لنا اختبار على البنج باش نشوفه وين في، يعني في اكتر مكان وين في اقل مكان. المدير متاع سيرفر مينا مشى للمغرب، مشى للمغرب بنفسه باش يشوف كيف رح ننقلوا السيرفر للمغرب او لشمال افريقيا بشكل عام. يعني نبو بلاد ننقلوا فيها السيرفر، ننقلوا فيها مقر الشركة. مشي للمغرب، انتوا عارفين الموضوع مش سهل، مقر، ارض، ايجار، حكومة، يعني هذه كلها تبي لها اذن من الحكومة، مش هذه مش حاجة سهلة تكون يعني في يوم وليلة. فهذا علاش الموضوع واخد منا وقت من غير العراق الثانية اللي قاعدة تصير. بس يعني احنا مش ناسيين الموضوع، هو احنا قاعدين نجروا على موضوع البنك، وقريت الموضوع بدينا في الخطوات الاولى ان احنا ننقلوه لشمال افريقيا. هذه اول حاجه. باهي ثاني حاجه، يعني خليني توا من موضوع انا نشوف للمطالب نتاع الناس اللي يقولوا نبو 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 نبو. في حاجات اوكي بالعقل اوكي نقدر نديروها، في حاجات ما نقدروش نديروها. مثلا اكثر شيء قاعد يطلبوا فيه شخصيات الك، الكل يعني قاعدين يطلبوا يبوا الك مجانا. انتوا شفتوا في لا اله الا الله، شفتوا في التخفيض اللي درناه نزلنا شخصيات بالبلاش، يعني بالبندل بكل شيء بالبلاش، لكن ألوك ما كانش بيناتها. علاش ألوك ما كانش بالمجان او ما نقدروش ننزله بالمجان؟ راهو نقول لكم انا كلمه باهي، انا كلامي هو مسؤول عليه، انا كلامي مسؤول عليه. ألوك مستحيل ينزل مجانا. علاش؟ ألوك شخصية حقيقية كلكم تعرفوه، دي جي موقع عقد مع جارينا إن هو الشرط شخصيته ما تنزلش بالمجان. يعني خلاص الموضوع تم، هو موقع عقد مع جارينا إن شخصية ما تنزلش بالبلاش بالمجان، فإحنا ما نقدروش ننزلوها بالمجان. لكن في حاجة يعني أنا نقدر نوعدك إني أنا نحاول ندير جهدي ان يعني نكلموهم ونديروا معاهم حل ان هم يخلوا الشخصيه هذه بتخفيض. اوكي يعني صح ما نديروهاش بالمجان لكن نزلوها في تخفيض. يعني هذه الحاجه اللي انا حنحاول نجري عليها. ليش؟ لان الكل قاعد يقول الوك الوك الوك. وحتى يعني كنت تفكروا مره نزلت ستوري في الانستغرام على الوك وكنت نضحك وعادي مزاح، يعني ان موضوع الكل بيقول الوك الوك. وعلى خاطر هذا الشيء هنحاول ان نتوصلوا لحل ان ألوك ينزل على الاقل تخفيض، وهذه كلمة انا مسؤولة عليها. باهي شن تاني يا ربي انا نسيت حتى شو كنت حاجة تانية. موضوع اللي توا حاليا الكل قاعد يتكلم عليه، التبنيد الحسابات. راهو التبنيد مش جاي من عندنا احنا، هذه اولا. تبنيد الحسابات جاي من الشركة الام
الشركة اللي في الصين، يعني من غاديكاي جاي تبنيد الحسابات، السيستم يخدم من عند الشركة اللي في الصين. يعني لو انت تبند حسابك فهو جاي من شركة صين، احنا هنا اصلا ما عندناش، احنا نراجعه في الحسابات. علاش حتى في الانستغرام لما تحطوا لي في تعليقات حساب تبند، اول حاجة شو نقول؟ راجعوا خدمة الدعم وخدمة العملاء. لما انت تراسلهم احنا غاديكاي نشرح لكم باش تفهموا بعدين. لما انت تبعت لهم الاي دي وهذا حسابي وتبند وانا ما درت شيء، هي كل الكلام يتسجل، يسجل في جداول في شيتات، وبعدين يرتفع وين؟ لعند الشركه الام في الصين. فلما هم يشوفوا مقدار الحسابات اللي تبندت، مقدار الشكاوي اللي واصله، ممكن هم من عندهم يشوفوا حل او يستوعبوا النقطه هي. انا هذا علاش نبيكم انتوا توصلوا صوتكم. يعني انتوا لما تخش تمشي لخدمه العملاء وخدمة الدعم وتقول لهم أنا حسابي تبند وتشكيلهم، هم هذا كله راهو يسجلوا فيه. هذا لما يتسجل يرتفع فوق وهم بعدين يديروا حل، مش أنا اللي هندير الحل، هو لأن هذا مش شغلي ومش مليش علاقة به أساسا تبنيد الحسابات. شن تاني يا ربي؟ أعتقد هيك تكلمت على كل شيء، يعني الحاجتين المهمات اللي توا قاعدة تصير بهي. آخر حاجة وأهم حاجة بهي، يعني طلب من كل اللي قاعدين يتابعوا بهي. انا يعني اليوتيوبرز نعزهم، اغلبيتهم ناس محترمه ونعزهم كاصدقاء، وانا صديقي نبي له الخير ما نبيلاش الشر. لما انا نزعل لما نشوف يوتيوبر يتعب على محتوى قناته، مونتاج مش عارف 4 5 6 ساعات باش ينزل فيديو على القناه، وبعدين الفيديو كله يجيه ديسلايك وسب وشتم. هذه حاجة تزعل. أنا عن نفسي نزعل لما نشوف يوتيوبر تعب على قناته وبعدين يجيه شتم وديسلايك. ليش؟ في النهاية ريتها حتى حاجة تستاهل، أو حاجة يعني لها القيمة أنك أنت تدير عليها، تنشر الكره والبغض. ليش؟ بس حاجة واحدة، يعني الكلمة الطيبة صدقة بجديات. لما حد ينزل فيديو وتعب عليه وكذا، قول له كلمة طيبة، اتكلم على محتوى الفيديو، على انت شن رايك فيه. فيش داعي تسب السبات اللي ما ليهاش داعي. والله السبة هذه او الكلمة هذه انت تقولها، انت تكتب فيها توا وانت متريح في الحوش، ما تندريش هي كيف هيكون وقعها على الشخص هو اللي يقرأ، كيف ان هي هتحطمه وتخليه معش يتقدم. يعني في ناس اوكي، في ناس ما تعدلش، بس في ناس تتحسس من موضوع قهوة، تصبر مرة اثنين ثلاثة بس بعدين تتفجر. فبليز يعني ارجوكم حسنوا من اسلوبكم مع الناس، قولوا كلمه طيبه. احنا حاليا في شهر رمضان، في شهر الخير، يعني المفروض انت من نفسك تبادر بالكلمه الطيبه. ما تمشيش انت تاخذ سيئات تمشي تسب الناس. انا ما نتكلمش على نفسي على فكره، انا نتكلم على اليوتيوبرز الثانيين، الناس اللي تخدم على راسها واجعيني بجديات. ناس تخدم على راسها وتحط في فيديوهات وتتعب وتسهر، وبعدين يجيها شب سب وشتم بدون مبرر بدون سبب. انا عن نفسي نعتبر هيك بردمتي، حكيت على موضوع البنك ووضحت وشرحت شن حيصير فيه، حكيت ووضحت على موضوع ألوك وشن حيصير فيه، حكيت ووضحت على موضوع الباند وشن صاير وشن حيصير. هادم ثلاثة نقاط المهمة اللي حاليا قاعدين تتكلموا عليها، وانا وضحتها، وان شاء الله ما نكونش نسيت حاجة لان انا مستعجلة في الكلام. ولو في حاجة تانية باذن الله حنتكلم عليها برضو على السريع زي اليوم ونوضح، لاني خلاص هنبدأ نتكلم وهنبدأ نوضح كل كبيرة وصغيرة. تبوا اي توضيح من اي حاجة باش ما تكونوش مضللين، ما تكونوش انتم مش عارفين الحقيقة وفي حد تاني يضللكم يقولكم حاجة ما هيش حقيقة وانتم تحسبوها الحقيقة. اسمعوا مني.